طيب الصوره اللي قدامنا وهي دايما انت بتعمل الاحتفال ده بعد اي هدف تحرزه يعني برضو لماذا هذه لماذا هذا الاحتفال؟ هي صراحه انا في المغرب كنت مريت من ظروف صعبه خصوصا من بعد الناس ربنا يسامحهم كانوا مستغلين اسم بانون علشان يسوقوا مثلا جرايدهم ولا صفحاتهم على الفيسبوك. اول ما يعمل حاجه بانون بتلاقي الكل بيتكلم عليه وحش وينسوا على طول الحاجات. وهي الناس عماله بتتكلم ولا انا في حياتي عامل زي كده، الناس بيشوفوني هادي ولا كده، بس في حياتي لو الناس فضلت تتكلم طول حياتي على بانون مش راح يسمع ولا حاجه. انا باخذ الحاجات الايجابيه، ممكن حد ينتقدني في لعبي ويصحح لي كده وكده ممكن اخذ الحاجه دي، بس انت بتتكلم على حاجه فاضيه وحاجه لما لياش داعي في حياتي ولا في مشواري الكروي، طب ليه انا بسمع ليك ولا اخذ حاجات. في المغرب كان فتره مرت علي صعبه، وخصوصا بعد العوده تاعي من كاس العالم ما لقيت حد واقف جنبي بخصوص من الصحفيين. في حين انني لو كنت عملت حاجه وحشه كانوا اول من يهاجموني هم الصحفيين في المغرب. خلاص انا بقيت كنت متضايق شويه، بس جلست مع نفسي في البيت والحمد لله الناس اللي قريبين مني وعملت هدفي انني اركز في كورتي. اللي عاوز يتكلم على بانون وحش يتكلم، اللي عاوز يتكلم على بانون حلو يتكلم، بس انا هدفي انني استمر في الكوره والحمد لله انني ناجح في مساري لحد دلوقتي وانا موجود هنا مع نادي كبير نادي الاهلي وشايل ميداليه كبيره دي طبعا مرتبة ثالثه الحمد لله من 2018 كاس العالم 2021 حققت حاجات كبيره في مساري. اذا انا ماشي في الطريق الصحيح. الحركه دي كنت بعملها الناس كتير اللي كانوا غالطين في حق بدر بانون، بس سامحهم والله انا مسامح سامحت كل الناس بعد البطوله والله انا مسامح بعد البرونزيه يعني انا مسامح كل واحد بس عاوزهم هما برضو هما مسامحين نفسهم ولا لا.